أول شيء الساعة تقريبا 10 مساء بدأت ريحة الغاز تنتشر في العقبة وخاصة في المستشفى يعني في كل أماكن العقبة. بعد نص ساعة تفاجأنا بحالات اختناق شديدة في حوالي من حد الآن ساعتين زمان صار جايين حوالي 50 حالة جديدة. وهي الحمد لله يعني برضه صرفنا كويس يعني الأمور جيدة إن شاء الله وأخذ العلاج اللازم وما زالت الحالات تيجي يعني. والكمامات تم توزيع الكمامات على المرضى وعلى الموظفين وعلى كل المواطنين اللي اجوا هون. فاحنا حولنا بدينا تحويل الحالات بسبب الازمه الشديده في الطوارئ على الاقسام وان شاء الله الموضوع مسيطر عليها باذن الله. ومش عارفين شو سبب الاختناق، هل هو الغاز متسرب او شيء.